عملنا اجتماع قلت له كده انتوا مش هتخلصوا المشاكل 1 2 3 4 لازم نخطو خطوات. ايه هي المشاكل؟ في المادة الاولى من القانون. المادة الاولى لو تتذكر سيادتك وحضرتك كنت مشرفنا متشرفين احنا ان احنا نكون معاكم في البرلمان الماضي وقفت انا وبعض الزملاء صحيح. وقلنا المادة الاولى صحيح. سوف تفرغ هذا التشريع من مضمونه. ليه؟ لان شايف الواقع ايه. ما انت لما تيجي تقول لي ايه قيد الارتفاع خط التنظيم تصوير جوي 22/7/2017 وانا اساسا القانون طالع في 2019. طب السنتين دول انا عارف حجم المخالفات اللي تمت ايه وعارف ان 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 ان, إن في يعني اتجاه للسلم المجتمعي فوقتها هم تمسكوا واحنا مشينا بمبدا وكنت وقتها انا امين عام الاغلبيه مشينا بمبدا ايه ما لا يدرك كله لا يترك كله. يمكن هم يكونوا عندهم حق فيها. مشي الحال لغايه وفي بالفعل الحمد لله لما طلع القانون في ناس كتير قوي كانت محبوسه مصطفى بيه وفي صحيح الصعيد وفي صحيح الدلتا صحيح والكلام ده وسياده. فالقانون خرج يعني رجال وخرج شباب من المحبس. في ناس لان القضايا علقت اول ما دفع ال 25% جديه. فالقانون الحقيقه كان فيه منافع كبيره جدا. دخل للدوله 22.5 مليار من ال 25%. طيب الناس عايزه تكمل عايزه نموذج 10 بقى عشان تقفل القضايا عشان تعرف تعمل السقف التعليه الى اخره. الماده الاولى هي معوقه. ليه؟ لان هو مش قادر يدي استكمال اجراءات لانه لو ادى استكمال اجراءات هيرفض معظم الحالات. فاحنا قلنا وقتها للحكومه والوزراء المعديين احنا لو انتم متحرجين شوف هقولها لك اهو بصراحه يعني لو متحرجين تطلعوه احنا نطلعوه وندفع فاتورته. يعني ما هو ده من ضمن الايه التبادل والجيم السياسي اللي ممكن. فهم اثروا ان هم يعملوا حاجه كده الاول. قال لك ايه قبول هو عندي 1.6 مليون طلب منهم كرة. فرئيس الوزراء قال لك اطلع قبول جمعي للكرة. طبعا ده يصطدم مع التشريع المحافظين ما قدروش. عملوا قال لك 200 متر يقبل واكتر من كده ما يقبلش. يعني قلت حتى اللي كنا في لقاء يعني وقلت لهم يا جماعه طب يعني ال 200 واحد يخش النار و200 متر يخش الجنه. الكلام ده مش اخيرا الحمد لله اتبنت القناعات. هم عارفين ان احنا بنتكلم بلا هوا والله وبتجرد شديد. ففي تعديل او مش هنقول بقى تعديل اصدار جديد لقانون التصالح. بيبقى فيه ايه بعض الاصوات يا مصطفى بيقول لك ايه يقول لك انا لسه مطلع القانون من كام شهر معقول اطلع واحد تاني او اجدد هيقولوا ايه. لا 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 كل الناس عارفه واحنا بنعمل حاجه مستخبيه ولا زي ما بيقولوا على لا طالما ده موروث الموروث وقطاع اصلاحي يعني انا بعالج توكاتك انا ورثتها بعالج مباني مخالفه ورثتها بعالج مخلفات قمامه ورثتها انا مش انا المتسبب في كده. فطالما عندي هذا المساله وفيها عمليه اصلاحيه واعاده هيكله يبقى لابد ان انا اكون عندي درجه من درجات قياس الاول رصد قياس تحليل ثم ابدا اخد اكشن بناء على التحليل ده. لو تطلب الامر ان انا اعدل كل شهرين ثلاثه قانون اعدله. المهم انا بحقق التارجت ولا لا. في المره الاولى انا وصلت الحمد لله ل 2.8 مليون طلب وعملت حصيله 22.5 مليار. في المره الثانيه انا بقول لحضرتك اهو على الاقل نماذج 10 لما تطلع هيبقى عندنا 50-60 مليار وسلم المجتمعي لناس مرتاحه ومبسوطه ومطمنه ووافقت فيك وقالت لا والله الناس دي محترمه طلعوا عملوا حاجه وعدوا بكلام فضلوا نفسهم طويل لغايه ما احنا اطمنا واخدنا نموذج 10. يقول بقى الجاره اللي ما قدمش فلما اجي افتح تاني جاره اللي ما قدمش ده يقول لك لا انا عايز ابقى مع زميلي. نعم.